أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان. النهاردة بإذن الله عندنا المحاضرة الأخيرة في الجاسترو انترستينال تراكت، وهي المحاضرة السادسة والخاصة بالإنتستين سمول أند لارج إنتستين. وكعادتنا بنحب نبتدي بالمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضرة السابقة، وهي الخاصة بالجوندس والفانكشنز اوف جول بلادر. وعشان نثري الامتحان، فأنا خليت لكم برضو ان احنا نختار الإجابة الخطأ فقط، يعني اختار الانكوريكت ستيتمنت، فكأنه في ثلاثة ستيتمنت صح في اي سؤال وانت اختار الخطأ. وده امتحان احب كلكم تتمرنوا عليه لانه مهم جدا، اللي هو الجوندس طبعا ده اهم موضوع في كل حاجة، في درة البرانش كحاجة يعني اكلينيكية، الجوندس ده يمكن اهم موضوع في الجاسترو انترستينال تراكت لازم تطلع بيه. طيب نيجي choose one incorrect answer. فريجاردينج الهيم بيليروبين، It's carried mostly on globulins. لا طبعا ده غلط، لانه الهيم بيليروبين كتير جدا فبتشال معظمه على الالبيومين، فيبقى هذه الاجابه المطلوبه، هذه الخطا ايه. It's normally present in blood، اجابه صحيحه. It's called the indirect bilirubin، إجابة صحيحة، لأنه بيدي الـ indirect Vandenberg. لازم تفك الأول الهيم بيلروبين من الألبوم بالمثال الكحول، وبعدين تحط الديازور إيجن فيديك اللون البنفسجي. It does not pass in urine، طبعا ما هو carried mostly on albumin، فدم تشارع الألبوم هينزل إزاي. السؤال الثاني، In obstructive jaundice الـ patient has pruritus and itching، طبعا لانه بيحصل ارتجاع للـ bile salts مع الكولي بيلروبين، والـ bile salts بيعمل قلنا عرض وساين، العرض هو اللي عين بيهرش pruritus و itching، والساين انه عنده bradycardia decreased heart rate. patient has steatorrhea، طبعا ادام مفيش عنده bile salts ما بيوصلش الانتست مش هيعرف يمتص الفات، فهيبقى عنده steatorrhea وحتى loss of fat soluble vitamins. patient has bleeding tendency because of deficiency of vitamin K. هو ده ما عنده استياتوريا هيفقد معها الفات soluble vitamins اللي اهمهم فيتامين K، وبالتالي هيجيله bleeding tendency. وعشان كده ما بنيجي نعمل ليهم عمليات العينين اللي عندهم obstructive jaundice دول لازم نديله فيتامين K، والا العين هيموت on table على الترابيزة العمليات بسبب النزيف، لان عنده استياتوريا وفقدان للفات سولوبل فيتامين اللي بنقولها فيتامين كي. فخطير جدا انك تشعر على عيان اوبستراكتيف جونز من غير ما تديله فيتامين كي. ستول از فيري دارك، لا طبعا، ان الاستيركوبايلين ما وصلش اساس، الستول از فيري بين، يبقى دي الاجابه الخطا وهي اللي تختارها دي. بعد كده عندنا انهباتو سيلولار جوندس، اليورين هاز دارك كلر، صح. Bile salts increase in blood، صح. Both heme bilirubin and colibilirubin زيادين في الدم، but لكن مش هما الاثنين بينزلوا في اليورين، اللي بينزل الكوليبيلروبين بس لان ده ووتر سوليد، انما الهيم بيلروبين متشال على قلبه مش هينزل، فيبقى دي الاجابه الخطا سي. Stool has pale color، صح طبعا، لانه كميه الاستيركوبالين قليله. السؤال الرابع، in hemolytic jaundice stool is very dark، ده دي قلنا اهم حاجة، ده النوع الوحيد اللي بيبقى فيه اللي stool dark واليورين فاتح. فنمرة B، urine has dark color، لا اليورين has normal color، لدرجة بيسموا الهيموليتيك جوندس الاسم الرابع acaloric جوندس، يعني النوع الوحيد من الثلاثة من الجوندس اللي فيه اليورين color normal acaloric no color، اللي stool هو اللي غامق. Bile salts يبقى دي إجابة بيها المطلوبة، هذه الخطأ. Bile salts does not increase in urine، طبعا ما فيش bile salts لا في الدم ولا في اليورين. Liver function tests are normal، طبعا ما فيش أي علاقة بالليفر، ده prehepatic. سؤال خامس، regarding gallbladder، the pH of its bile is alkaline، لا
اسيدك، والا كان كل الحاجات اللي في الجول بلادر بعد ما تركزت اترصبت وعملت جول بلادر ستونز، فالاجابه خاطئه. يبقى ايه؟ it secretes white bile اللي هو ميوكس، صح. it contracts by كولاجوج، قلنا كولاجوج جوج هما اللي بيشتغلوا على جوج جول بلادر زي السي سي كي دي، صح. it's not essential for fat digestion absorption، طبعا اللي بيشيل الجول بلادر حياته بتستمر طبيعيه جدا، بنقول له بس ما تاكلش فات كتير، انما it's not essential for fat digestion and absorption اللي هي storage بس. وعليه الأسئلة الإجابات الصحيحة كالآتي: السؤال الأول إجابة A for alpha، الثاني D for daddy، الثالث C for cat، الرابع B for baby، الخامس A for alpha. طيب ها توكل على الله يا أولاد، ونبتدئ زي ما بقولنا المحاضرة الأخيرة في الديجيشن، وهي خاصة بالإنتستين، هندرس السمول واللارج إنتستين فيها، ودي هتبقى آخر محاضرة في الديجيشن، وبعد كده هنبتدي برانش جديد بإذن الله. فنبقى على الله ونبتدئ. السمول إنتستين طولها في الليفينج إنديفيديوالز 280 سنتي، ده اللينث بتاعها 280 سنتيمتر. طبعا حكايه 6 متر ده في الاناتومي يا اولاد، في الكاديفرز في الجثث، حيث الانتستين فقدت التون، فلما المصل تفقد التون بتريلاكس وبتطول تبقى 6 متر، لكن وانت حي بيبقى طولها 280 سنتي 40 في، طبعا ديودينام قليل قوي اللي هو ال 12، انما معظمهم 40% جيجنم و 60% إليم. طيب الابزوربتيف سيرفيس بتاعتها في الاصل لو فردتها تلاقيها تلت متر مربع، لكن الابزوربتيف سيرفيس ده بيزيد 600 تايمز ليصل الى سبحان الله في خلقه 200 سكوير متر، خلاص يعني بيزيد 600 مرة، قلنا في الأصل هو طول 3 متر مربع، يزيد 600 مرة عشان يبقى 200 متر مربع. طيب بيزيد بإيه بقى؟ بوجود الآتي: الفالفولي كونيفنس اللي هي بنسميها يعني المصاريع الناقصة، فيلاي اللي هي الخمائل، معلش الكلام صعب شوية في اللغة العربية، وبعدين المايكرو فيلاي اللي هي الخمائل الصغيرة، يبقى ده الحاجات اللي بتكبره وانا رسمها لك. يبقى هنا انت عندك ده الفالفلي كونفيننس اللي هي زي ما قلنا المصاريع او الدسامات الناقصة، طالع منها دي الخمائل اهي الفيلاي، طالع منها المايكرو فيلاي اللي هي يسموها براش بوردر، فدي بتزود جدا السيرفس اريا اللي يصل الى 200 متر مربع. فعشان كده في الانتستين من التسعة لتر السوائل اللي بتوصل الانتستين بيتم امتصاص في السمول انتستين، في السمول انتستين 7 لتر، الاتنين لتر الفاضيين بيمتص 90% منهم في اللارج انتستين او في القولون زي ما هنشوف، يعني بيصل للانتستين 9 لتر، السمول انتستين معظم الامتصاص فيها بتمتص 7 لتر per day. طيب نيجي حاجة اسمها بانث، ده اندوكراينال سيلز، صدق لو تصدق من عظمة الخلق والخالق ان ربنا عندنا سيلز جوه الانتستين عشان مليانة بكتيريا بتسكريت ديفنسينز اللي هو انتي بيوتيك، تخيل يعني الانتستين البانيث سيلز بتطلع انتي بيوتيك. تدي بقى اول حاجة مهمة، العصارة المعدية اسمها المعوية اسمها ساكاس انتريكس، العصارة المعوية اسمها ساكاس انتريكس، الحقيقة دي قليل جدا انها تيجي سؤال نظري، غالبا السؤال بيجي في السمول انتستين في الموفمنتس، الموفمنتس هو السؤال المهم، انما ساعات بعض الناس تحب تغلس على الطلبة وتجيب لهم الساكاس انتريكس اللي هو العصير المعوي. تعال نفكر، انا اتصور العصير المعوي هيبقى الكلاين فلويد،
يبقى دي 1 في 3 يبقى رقم السعد هنا 3. انا قلت لكم يا اولاد انه كل العصارات بتبقى الكالاين ما عدا الجاستيك سكريشن. الجاستيك سكريشن هي الوحيده اللي بتبقى اسيديك، قلنا ليه؟ عشان خاطر تسترلايز الفود. انما هذا الوسط الحامضي في المعده اللي استغلناه في تعقيم الاكل يعوق الهضم في الانتست. عشان كده البانكرياتيك سكريشن اللي اهم عصاره اللي كانت حوالي لتر ونص كانت الكالاين. البايل سكريشن اللي طالع من الليفر، ماليش دعوه اللي اختزن في الجول بلادر، اللي طالع من الليفر اللي هو نص لتر الكالاين. الانتستينال سكريشن اللي هو السكس انتريكس اللي هو 1800 سنتي بير داي برضو الكالاين وايزوتونيك. خلاص طيب الكالاين لان البي اتش بتاعته قلنا اهي اكتر من 7.5 ل 8. في حاجتين تانيين في الانتستين في السكس انتريكس مهمين. يعني الاول ناخد العناوين الاساسيه، الانتستين بتطلع ميوكس شويه انزيمز والكالاين فلويد، يبقى كام حاجه؟ 3. تاني ميوكس شويه انزيمز والكالاين فلويد ايزوتونيك. نيجي للميوكس، هنا بقى ده اكتر حاجه تتكلم عليها هو الميوكس، لكن انا عملتها لك بطريقه جميله خالص. 3 في 3 بيطلع منين هذا الميوكس؟ بيطلع من السيرفيس ابيثيليوم بتاعت الانتستين ومن الجلوبلت سيلز ومن البرونر جلاندز. يبقى 3 حاجات. طب ليه كام وظيفه؟ 3. بروتكتس اند لوبريكيتس، ما هو لما يزيت الاكل فما يعورش الانتست، يبقى بروتكتس ولوبريكيتس. وبعدين بايندز للبكتيريا، بيمسك البكتيريا عشان نلقي بيها في الخارج، وبيبايند للايمونوجلوبولينز اولسو، يعني البكتيريا والايمونوجلوبولينز، يبقى 3 وظائف. طيب ايه الاستيمولاي؟ 3 برضه يا اولاد. بيطلع بكيميكال وفيزيكال اريتانس، لكن ستيل في نيرفس وفي هرمونال. فالنيرفس احنا عارفين انتستين سمول انتستين دي بالفيجاس، يبقى كولينرجيك فايبرز، والهرمون اللي هو السكريتين بيطلع الميوكس، لانه طبعا انت عارف السكريتين ده ما بيحبش الاتش سي ال، ده قلت العدو الاول للاتش سي ال، والميوكس طبعا ده ضد الاتش سي ال. يبقى اكتر حاجه هتتكلم عليها في السكس انتريكس واذا نسيتها هتاخد صفر الميوكس، وهتتكلم عليها قلنا رقم السعد 3 في 3. فبتطلع من السيرفيس ابيثيليال سيلز، جلوبلت سيلز، برونر جلاندز. طب وليها كام وظيفه؟ 3. بتبروتكت وتلوبريكيتس، وبعدين بتبايند البكتيريا، بتبايند الايمونوجلوبولينز والانتي بوديز، والاستيمولاي 3. كيميكال وفيزيكال اريتانتس، نيرفس اللي هو كولينرجيك فايبرز، وهرمون اللي هو السكريتين. نيجي بقى للانزيمز. انزيمز بتاعت الانتستم برغم انها ما هياش هامه يعني الى اي درجه، الا انها تملي، واقولها حتى في مزاح كده، يعني عندها شويه كبرياء، بتقول انا مش هطلع من الانتستينال سيلز عشان اعمل الدايجيشن في اليومن، هما الاكل يدخل لي جوه الانتستينال سيلز وانا اكمل الدايجيشن بتاعه. يبقى اهم معلومه في الام اس كيو ان الانتستينال انزيمز نوت سيكريتد، انما بتبقى موجوده جوه الانتستينال سيلز. وعليه في الام اس كيو يا اولاد، اسمع ده سؤال جميل، الدايجيشن لا يحدث فقط في اليومن، وانما بيحدث as well في الانتستينال سيلز، والدليل اهو ان الانتستينال انزيمز not secreted from the cells، لازم الاكل يدخل لها جوه وتهضمه. في شويه بيبتيديزس لهضم البيبتايدز، لايبيز لا يقارن طبعا بالبنكرياتيك لايبيز، ويمكن اهم واحده فيهم شويه دايساكرايديزس بتهضم الدايساكرايدز، لان احنا لا نمتص لا الستارش اللي هو البولي ساكرايد، ودي معلومه جميله في الام اس كيو، ولا الدايساكرايدز بتاخدوها في البايو، احنا بنمتص فقط المونوساكرايدز. اللايف سبان بتاع الانتستينال سيلز 2 تو 5 دايز، تمام؟ عارف في كام خليه؟ 17 بليون خليه.
لما تقع الخلايا دي في واحد من اعظم عمليات الريسايكلينج، الخلايا دي الجسم الانتستين يعني الخلايا بتاعتها اللي وقعت من جدار الانتستين بتهضمها وتعتبرها مصدر محترم للبروتين، بيدينا 30 جرام بروتين بير داي. يعني تصور عمر الانتستينال سيلز، قلنا يا اولاد عمرها كام؟ 2 to 5 days. عدد الخلايا كام مش مهم، تحفظ الرقم ده، 17 بليون سيلز. مصدر حلو قوي البروتين، 30 جرام بير داي بروتين. ثالث حاجه قلنا الالكالين فلويد 1800 سنتي وايزو تونيك. لما يجي لك السكس انتريكس، غير انك تكتب مكوناته من فضلك ما تنساش الريجوليشن. طب احنا عارفين الريجوليشن بيبتدي نيرفس وينتهي هرمونال، وبرضو عشان دي اخر محاضرة انا قلت لك مين اللي نيرفس فقط، شوف مين هيفتكر السلايف. وقلنا ليه؟ لان الاكل stays for a very short time in the mouth، بيقعد منذ وجيزة جدا في الماوث. ده في ناس قلت بتزلط، يبقى لازم السلايفة تطلع بسرعة جدا، يبقى لازم تبقى نيرفس اونلي. الباقي كله الجاستريك البنكرياتيك البايل بيبتدي نيرفس ويكمل هرمونة. نفس كام هنا، بيبتدي نيرفس ويكمل هرمونة. اوعى تنسى سؤال ام اس كيو في البنكرياس، في البنكرياس كان هرمونة الاهم، هنا بقى النيرفس اهم، اللوكال نيرف ريفلكسز هي الموست امبورتنت. طب انشيتد ازاي؟ لسه قايلين فيزيكالي لوكال نيرف ريفلكسز بالديستنشن، ما الاكل موجود في الانتستين بيحدث ديستنشن فيستثير الانتستين يطلع السكس انتريكس. والكيميكال هو القايم، القايم معناه يا اولاد الاكل المطحون الحامضي، يعني اكل مطحون وحامضي. طيب الهرمونز، مين بقى الهرمونز اللي بتاثر؟ تعال نشوف مع بعض. السكريتين والسي سي كي بيزودوا الانستاينال سكريشن، حلو قوي. طيب الفازو اكتيف انستاينال بيبتايد ده ما كانش من الهرمونات المهمه، ده بيطلع انستاينال سكريشن بيتميز بانه في ميه كتير والكترولايز كتير. وعليه ايه التطبيق الاكلينيكي هنا؟ لو حصل تيومر في الانتستينال سيلز اللي بتطلع الفي اي بي الفازو اكتيف انستاينال بيبتايد، يبقى هنفقد، ده بيزود الميه والالكترولايتس، هنفقد كميه رهيبه من الميه والالكترولايتس، فالعيان هيحصل له دايريا. يبقى ده اول سؤال قلما يجي السكس انتريكس، فهتفكر رقم السعد بتاعه 3. بنطلع 3 حاجات، ميوكاز دي اهم واحده وبتتكلم عليها في 3 تلاتات، ان هي 3 وظائف، 3 خلايا بتطلعها و3 ستيمولاي. وبقى الانزيمز، وفيها سؤال مهم جدا انها نوت سكريتد، وعليه في سؤال داخل سؤال. يبقى الدايجيشن في السمول انتستين لا يتم في اليومن فقط، انما في اليومن والانتستينال سيلز. ليه؟ لان الانتستينال انزيمز ما بتطلعش بره الخلايا، قلت عندها شويه كبرياء. وتالت حاجه، زي كل العصارات ما عدا الجاستيك سكريشن، بيبقى الكلاين فلويد 1800 سنتي وايزوتونيك. الريجوليشن يبتدي نيرفس ويكمل هرمونال، بس على عكس البنكرياس الاهم هو النيرفس اللوكال نيرف ريفلكسز، ده الموست امبورتنت، والاقل اهميه هو الهرمونز. نيجي بقى يا اولاد الى دره هذه المحاضره هو الموفمنتس اوف سمول انتستين. ده مهم جدا. وما عشقت مثل عشقي للنظام. لما يجي لك movements of small intestine، في 3 حركات أساسية، وكل واحدة هتتكلم عليها في 3 نقاط. تعال نفكر مع بعض. احنا الـ small intestine طولها قلنا 2 متر و80 سنتي، يبقى أنا محتاج حركة دفع اسمها propulsive movements، propulsion يعني دفع، اللي هي البريستالسيس، الحركه الدوديه. يبقى دي حركه، ازاي الاكل هيمشي 280 سنتي. طيب قلنا السمول انتستين، افتح ودانك من فضلك، هي اهم حته في الجت. ليه؟
لان غايه الجت الجاستروسان تراكت انه يعمل دايجيشن ابزوربشن. الدايجيشن والابزوربشن بيحدث اساسا في السمول انتست. طبعا لو استثنينا مثلا شويه ستارش هيتهضموا بالسليفري اميليز، شويه بروتين هيتهضموا بالبيبسين في الاستومك، عشان كده بقول اساسا في السمول انتست، لان زي ما علمتكم البرفكشن ان انا اعني ما اقوله واقول ما اعنيه. فموصلي الدايجيشن ابزوربشن في السمول انتستين، وعندي تامل حتى قلتها لكم ان احنا عندنا الانتستين في جزء اول اللي هو سمول انتستين وجزء تاني اللي هو اللارج انتستين. ربنا علمنا ان لا نؤجل اعمال مهمه نعملها في الاول. ففي السمول انتستين هو الجزء الاول يحصل معظم الدايجيشن ابزوربشن. طب الدايجيشن ابزوربشن ده يحتاج ايه؟ نوع تاني من الموفمنتس اسمه ميكسينج موفمنتس، سيجمنتيشن موفمنتس، حركه خلط، نخلط الاكل مع العصائر فيساعد الدايجيشن، هنشوفها دلوقتي حالا، ويجيبها ان كونتاكت مع الميكوزا فيساعد الابزوربشن. طيب في حركه ثالثه بقى، بعد ما خلصنا الحركتين الاولانيين خلص الاكل دلوقتي خلصنا، ستيل في شويه مع الاعتذار حاجات اندايجستد خلينا نسميها زباله مش عاوزينها. ففي حركه ثالثه تنظف بقى السمول انتستين من بقايا الاكل الاندايجستد ومن البكتيريا اللي هو المايجريشن موتور كومبلكس هنشوفها. ففي عندي كام حركه؟ ثلاثه. بروبالسيف دي واحده اللي هي حركه دفع البريستالسيس، وحركه ميكسينج اللي هي سيجمنتيشن موفمنتس، وحركه تنظيف اللي هو هنقولها يا اولاد اللي هو بنقول اسمها المايجريشن موتور كومبلكس. في كل نوع من الثلاثه دول بنتكلم في ثلاث نقاط. حب النظام قوي، انا حتى بستاق لما الاقي يعني حد بيكتب فقرات داخله على بعضها، لازم واحد ينظم نفسه. ففي كل موفمنتس هعمل الديسكريبشن هوصفها، وبعدين النقطه الثانيه هقول الكنترول، والنقطه الثالثه هقول الفانكشن. يبقى عاوزك تعد معايا في كل موفمنت ثلاث كلمات: الديسكريبشن الوصف، ثم الكنترول، ثم الفانكشن. تعالى بقى مع عشقة مثل عشق النظام، ثلاث أنواع من الموفمنتس في كل نوع هنتكلم عن ثلاث نقاط، وعاوز أعلمكم نظام حتى مش في الفسيولوجي بس، يبقى ده جزء من حياتك عموما العلمية وغير العلمية، تبقى منظم جدا. تبدأ بأول حركة اللي هي البروبالسيف، حركة الدفع اللي هي الحركة الدودية اللي هي البريستالسيس، اللي بتمشيني مشوار طوله 280 سنتي. الديسكريبشن الحته اللي وصل فيها الاكل البولس اوف فود فيها القايم حصل لها ستريتش، فما البريستالسيس الا كونتراكشن بيهايند وريلاكسيشن ان فرونت. يعني اوريها لك اهو، الاكل وصل الحته دي حصل لها ستريتش. البريستالس عباره عن كونتراكشن بيهايند وريلاكسيشن ان فرونت، كونتراكشن بيهايند يدفع وريلاكسيشن ان فرونت يسهل المشي، يبقى كونتراكشن بيهايند وريلاكسيشن ان فرونت، يبقى ده البريستالس. طيب عارف ايه الصعوبه في البريستالس للاوائل مش لاي طالب؟ طبعا ان كميه الكيميكال ترانسميترز اللي لازم تتكلم عليها في البريستالسيس في الانتستين، وانا قلت اهم سؤال في الانتستين هو الموفمنتس، اديني بعيده، لو هتقرا سؤال واحد في الانتستين سمول انتستين يبقى الموفمنتس. فالستريتش ده بيستيميليت افرنت، مين الكيميكال ترانسميترز بتاعته؟ كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد اند سيروتونين. يبقى الاسترتش بيطلع تو كيميكال ترانسميترز، كالسيوم جين ريليتد، اسف كالسيوم مش كالسيتونين، كالسيوم جين ريليتد بيبتايد اند سيروتونين، كالسيوم جين ريليتد بيبتايد اند اسف معلش سوري هو كالسيتونين اللي ظهر الإجابة الصحيحة. يبقى تاني نقولها تاني يا ولاد، يبقى هيطلع كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد اند سيروتونين. طب نيجي الكونتراكشن بيهايند، مين اللي بيعمله؟ تعال نفكر احنا الانتستين مين الاكسيتاتور ليها عشان ما نحفظ. الاكسيتاتور ليها هو الفيجاس، والفيجاس ده كولينرجيك معظمه بالاستايل كولين،
والطالب اشطر وسبستنس بي. عارف لما يحصل لنا مغص ما هو بيبقى مؤلم، فاللي بيشتغل هنا هو سبستنس بي. طب مين يعمل ريلاكسيشن ان فرونت؟ ريلاكسيشن ان فرونت اللي هو الفازو اكتيف انستاين بيبتايد نيتروس اوكسايد واي تي بي. يبقى فين الصعوبه في شرح البروبالسيف موفمنتس اللي هي البريستالسيس؟ ان زي ما انت شفت كميه كيميكال ترانسميترز ضخمه شويه، يعني اكشوالي حقيقه الامر انت بتقول 7 كيميكال ترانسميترز. الاستريتش بيطلع 2 كالسيتونين، كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد ومعاه سيروتونين. طيب ده الاستريتش، ده الافرنس. طب الكونتراكشن بقى بال هنا بالايفرنت كليم هيطلع ايه؟ الكونتراكشن بيهايند يطلع قلنا استالكولين، دي متوقعه لان الفيجاس بيستيميليت الجت، يبقى هيطلع استالكولين. ولو الاستيميليشن قوي واداك مغص هيبقى حاجه مؤلمه سبستانس بي بتاعت البين. طب مين يريلاكس؟ 3 كيميكال ترانسميتر، الفازو اكتيف انستاين بيبتايد والنيتروس اوكسايد والاي تي بي. طيب دي النقطه الاولى اللي هي البريستالز. نيجي النقطه الثانيه كنترول بالانتريك نيرف نيرفوس سيستم. طب والفانكشن النقطه الثالثه البروستال البريستالز اللي هي الحركه الدوديه دي بروبالسيف بتزق الاكل، وظيفتها بروباجيشن فود. وهنا بقى حضرتك تقول الارقام الاتيه ان البريستالسيس بتمشي 2-2.5 سنتي بير سكند، ده سرعه البريستالسيس. لكن الاكل بيمشي، الاكل حاجه والبريستالسيس حاجه، هتنجح هذه البريستالسيس اللي هي سرعتها 2-2.5 سنتي بير سكند في انها تزق القايم لمسافه سنتي بير مينيت. خلاص يبقى سنتي بير مينيت يعني القايم ماشي بسرعه ملهاش علاقه بسرعه البريستالس. البريستالس 2-2.5 سنتي بير سكند، انما الاكل هيمشي بسرعه سنتي بير مينيت. وعليه هناخد الاكل هيقعد في السمول انتست اللي هي اهم حاجه 3-5 ساعات. يبقى في وصف البريستالس اتكلمت على 3 انواع من الكيميكال ترانسميتر، واتكلمت على 3 ارقام ان البريستالس سرعتها 2-2.5 سنتي بير سكند، القايم الاكل اللي جوه الانتستين 1 سنتي بير مينيت. هنغطي المشوار في 3-5 اورز. وقلنا الكنترول بانتريك نيرف بلكسس، والوظيفه طبعا بتزق الاكل بروباجيشن اوف فود. كان هذا هو النوع الاول، واعتقد ان هو النوع الاصعب شويه لوجود الكيميكال ترانسميترز الكتير يا اولاد. طيب نيجي النوع الثاني وهو الاهم، ده الموست فريكوينت والموست امبورتنت. لان النوع الاولاني ده بيزق الاكل، احنا الوظيفه في الانتست مش انها تزق الاكل يا اولاد، الوظيفه انها دايجيشن ابزوربشن. فده محتاج سيجمنتيشن اور ميكسينج موفمنتس. خلاص طيب بص معايا الديسكريبشن بتاعها، انه في لوب اوف انتستين بيحصل several constrictions يعني عدة اختناقات every few centimeters. طيب و after few seconds الاختناقات دي اللي هي في الرسمة اللي باللون الاسود تختفي ويظهر new constriction باللون الاحمر في middle of each segments وهكذا. يعني الاول long loop of intestine، احفظ معايا long loop، هيحصل فيه ايه؟ several constrictions every few centimeters، دي تاني جملة. طب بعد فيو سكندز يحصل لها ايه؟ هتديسابير ويظهر نيو كونستريكشنز في الميدل اوف ايت سيجمنتس. طالب قال لي طب ما تفرجها لنا احسن نفهمها اكتر. بص معايا شيء من الخيال بقى يا اولاد، ادي قصادي سيجمنتس اهي، هيحصل عده اختناقات سيفرال كونستريكشنز تو ديفايد اللوب لايكوال سيجمنتس كل فيو سنتيمتر. يبقى ان لونج لوب اوف انتستين هيظهر سيفرال كونستريكشنز هتديفايد اللوب لإيكوال سيجمنتس، عشان كده سموها سيجمنتيشنال موفمنتس. بعد فيو سكندز تختفي وتظهر في النص، بعدين تختفي وترجع مكانها. انا عاوزك بقى تتفرج عليها وانا بعملها دايناميك. يبقى بنزق كده ونزق كده، طبعا دي ماهاش بروبالسيف موفمنتس، اللي هنمشي كده هنرجعه تاني كده، اللي هنمشي كده هنرجعه تاني كده. انما دي بتعمل ايه الحركه دي؟ عاوزك تراقبني كويس قوي، بتعمل خلط للاكل مع العصارات وده يساعد الدايجيشن،
وبتجيب الاكل ان كونتاكت ان كونتاكت ان كونتاكت مع الميكوزا ودي هيساعد ابزوربشن. عشان كده هي دي يا اولاد الحركه الاهم, ومش بس الاهم والموست فريكوينت. يعني انا عاوزك تتخيل اسئله, يعني ساعات حتى وانا بتكلم كتير انت بتلاحظ ممكن الواحد يغلط, كلنا بنغلط, بس الواحد لما بيتعمق في الفهم الى احتمال الخطا مش هيبقى معدوم, الكمال لله وحده يبقى اقل. فانا عاوزك, انا متخيل وضع كالاتي, ان احنا في الاول بريستالسيس موفمنت اللي هي بروبالسيف موفمنتس تحصل شويه فيو سنتيمتر وبعدين تقف. انت لو حست على طول يبقى مفيش فرصه للدايجيشن ابزوربش, يبقى فيو سنتيمتر وبعدين تقف. تدي فرصه بقى ليه ميكسينج موفمنتس اللي هي بتخلط الاكل عشان يحصل دايجيشن وتجيبه ان كونتاكت مع الميكوزا عشان يحصل ابزوربشن. يبقى لو عندك قوه خيال, لو انا جيت بتفرج على الانتستين نفرض ان انا قدرت ادخل جوه جسم الانسان او حطيت صبغه باريه مقدره اتابعها على السكرين, غالبا معظم الموفمنتس اللي هشوفها هي اولاد هشوف ميكسينج او سيجمنتيشنال موفمنتس, وايفري ناو اند ذن هشوف بريستالسيس او بروبالسيف, ايفري ناو اند ذن بروبالسيف او بريستالسيس. انما الموست امبورتنت الموست فريكوينت هي ما هي وظيفه السوين تيست داجيش ابزوربشن, انهي حركه اللي بتعملهم الميكسينج سيجمنتيشن. ليه سموها سيجمنتيشن؟ لان بنقسم لوب لإيكوال سيجمنتس, لوب لإيكوال سيجمنتس every few centimeters و after few seconds, يعني every few centimeters و after few seconds تختفي الكونستيكشن وتظهر في الميدل of each segments وعن ترجع في موضوعها تاني. يبقى دي طبعا الموست فريكوينت والموست امبورتنت انها بتعمل digestion and absorption. ده دي ساعدتني في حاجة عاوز نتشاركها مع بعض, الكنترول. انا فاكر ان اهم حركتين البريستالسيس والميكسينج واحده نيرفس واحده مايجينيك, خلاص يعني واحده جينيريتد ان ماسل تحصل في الماسل مش محتاجه اي حاجه, واحده محتاجه نيرفس. تفتكر المور امبورتنت يا مين؟ تعالوا نتشارك الفهم مع بعض يا اولاد ازاي انا بفتكرها شخصيا. المور امبورتنت انت قلت لنا هي السيجمنتيشن الميكسينج, عشان كده ربنا خلاها لا تحتاج الى شيء اخر. في الاصل هي مايوجينيك جينيريتد ان ماسلز, يبقى البريستالسيس هي اللي نيرفس اللي بتحتاج الى لوكال نيرفس سيستم. يبقى شفت انا بفتكرها ازاي, ما هي واحده مايوجينيك واحده نيروجينيك. الاهم تبقى مش عاوزه حاجه تحصل لوحدها لانها هي الاهم, ما يصحش تعتمد على اخرين. فهي مايوجينيك مايوجينيك الميكسينج موفمنتس مايوجينيك الميكسينج موفمنتس مايوجينيك, خلاص حتى في مصادفه جميله الام مع الام الميكسينج مايوجينيك. انما البريستالسيس اللي هو البروبالسيف هي دي اللي نيوروجينيك. وان كان عشان تاخد فول مارك هي مايوجينيك وعاوزه كهرباء بيزك الكتريك ريذم, انما النيرفز تزودها تخليها مور افكتيف. يعني مش معناها انها مايوجينيك اللي ملهاش دعوه بالنيرفز خالص, يعني في الاصل هي مايوجينيك لكن بتزيد بالنيرفز اهي. يبقى الكنترول مايوجينيك عاوزه بيزك الكتريك ريزم اور سلو ويفز اللي خدناها تبقى مور افكتيف باي انتريك نيرفس سيستم. والفانكشنز دايجيشن عن طريق انها بتميكس الاكل مع العصائر, وابزوربشن عن طريق انها بتجيب الاكل ان كونتاكت مع الميكوزا. يبقى برضه يا اولاد كل موفمنتس اتكلمنا عليها في كام نقطه, ثلاثه ديسكريبشن كنترول اند فانكشنز. ثالث موفمنت بقى اسمها مايجريشن, يعني هجره موتور كومبلكس. دي بتحدث واحنا بناكلش بعد ما خلصنا اكل ان بتوين ميلز او في الام اس كيو دورينج فاستنج وانت مش بتاكل الاثنين صح. يبقى المايجريشن موتور كومبلكس تحدث في الفاستنج او ان بتوين ميلز. برضه ذكروني انتوا يا اولاد انا بنسى, لكن معايا احسن ناس فانتوا بتفكروني وانتوا شباب لسه ذاكرتكم هايله. قالوا لي انت قلت هتتكلم ثلاث نقط, الديسكريبشن والكنترول والفانكشن. ديسكريبشن دي عباره عن دي بقى بقول الكناس بقى بيكنس بواقي الاكل اللي هو اندايجستد البكتيريا. فدي عباره عن ريبيتد ويفز اوف بريستالسيس, هنا بتمشي بتمشي اللي جوه 5 سنتي بير مينيت وبتحصل افري 90 مينيتس. يعني بتمشي لجوه 5 سنتيمتر بير مينيت وبتحصل كل ساعه ونص, بحيث ان احنا
to reach a large intestine in 2 hours. طب الكنترول basic electricalism، عاوز الكهرباء برضه عشان تحصل. طب الفانكشنز قلنا بتنظف بتكنس بعد ما خلصنا الدايجيشن ابزوربشن، موفز الاندايجستد سبستنس لللارج انتستين للكولون، وموفز البكتيريا اللي موجوده في السمول انتستين للكولون، لان لو البكتيريا عاشت في السمول انتستين كانت هتعمل لها جروث، هتنمو وتملتيبلاي، فهي بريفنتس الجروث اند مالتيبليكيشن اوف بكتيريا ان سمول انتستين. طيب يبقى انا عشان عاوز اقول كميه اكبر يا اولاد، يبقى انت عرفت في كام نوع من الموفمنتس هتتكلم عليها؟ 3. انا مطلوب مني ان انا امشي الاكل 280 سنتي، فاي نيد بروبالسيف موفمنتس اللي سميناها بريستالس. طيب والاكل ماشي، لازم اوقف المشي افري ناو اند ذن، المشي ده لفترات قليله، واخلط الاكل مع العصائر فيحصل دايجيشن، واجيبه ان كونتاكت مع الميكوزا فيحصل ابزوربشن. يبقى I need mixing or segmentation movements اللي هي الموست فريكوانت في الMSQ وهي الموست امبورتنت. وبعد ما خلصتها عاوز اكنس الزباله اللي هو الميجريشن، يعني هجره موتور كومبلكس. طيب في كل موفمنتس اتكلمت في كام نقطه يا اولاد؟ في 3 نقاط، بديسكرايب الموفمنتس وبقول الكنترول بتاعها وبقول الفانكشنز بتاعتها. ولا تنسى ان اصعب ديسكريبشن كان بتاع البريستالس، لانه في 7 كيميكال ترانسميترز اهو نجيبها تاني اذا عاوز تشوفها دي، لانها كانت صعبه شويه. ان الاسترتش بالكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد وسيروتونين، ده الاسترتش. طب الكونتراكشن بالاسيتايل كولين وسابستنس بي، وريلاكسيشن بالفازو اكتيف انستاين بيبتايد ونيتروس اوكسايد واي تي بي. دي كانت صعبه، فدينا قلناها. يبقى 3 موفمنتس، كل موفمنتس هتتكلم عليها في 3 نقاط، وما عشقت مثل عشق النظام، ديسكريبشن كنترول اند فانكشنز. طيب انا بتصور ان في ناس بتصارع على المراكز الاولى، فدي مفروض يحط 3 نوتس. يبقى رقم السعد في اهم سؤال في المحاضره دي وهي الموفمنتس رقم 3، امتى تكتب الـ3 نوتس دول يا اولاد؟ لو عندك وقت، لو ما عندكش وقت تركز في الـ3 انواع الاساسيه اللي قلناهم وتشرح كل نوع في 3 نقط. نيجي حاجه اسمها بريستالتيك كراش. تفتكر لو انا اكلت حاجه وحشه عامله اريتيشن انسان ميكوزا، مفروض الانتستين تدي الحاجه السيئه دي فرصه انها تبقى دايجستد وابزوربد ولا تتخلص منها؟ لأن وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. أنت جاوبتها، المفروض تتخلص منها. فتلاقي البريستالسيس تغير الباترن بتاعتها، طريقتها، وتتحول إلى بريستالتيك رش. رش يعني مستعجل. إمتى البريستالسيس يحصل لها رش؟ وتنقل الكونتنتس من السمول انتستين بسرعة لللارج انتستين ومنها للركتب وللشارع في الفيسز، وتمنع ان الميكسي موفمنتس تهضمها وتعمل لها ابزوربشن. لو خدت حاجه اريتنت للانسان ميكوز هتعمل ايه بقى؟ هتعمل نوع من البريستالسيس فيري رابيد وفيري باورفول، يعني سريع جدا وقوي جدا. بريستالسيس تو سويب، سويب يعني تمسح الانستاينال كونتنت تو كولون ان مينتس، يعني عاوزك تشوفها. احنا لو محترم كنا بنعمل ايه؟ بنمشي فيو سنتيمتر، اسف، البريستالس تمشي فيو سنتيمتر وبعدين تقف وتدي فرصه للميكس، تمشي فيو سنتيمتر وتدي فرصه للميكس. لكن لما اكلت مصيبه حاجه عملت انستاينال اريتيشن، حصل بريستالسيس غطت الهول لينس اوف سمول انتستين ان مينيت، ما ادتش فرصه خالص البروبالس او بريستالسيس ان يحصل ميكسينج وبالتالي دايجيشن ابزوربشن، فيسموها بريستالتيك كراش. بتغطي ال 280 سنتي في فيو مينتس، تديش فرصه للميكسينج موفمنتس. امتى تحصل؟ لما اخد اريتال. طب نفكر بذكاء في الكنترول. هنا انا ما ينفعش اقول زي البريستالسيس العاديه لوكال نيرف فلكسس، لان لوكال نيرف فلكسس دي لوكال هتمشيها قلنا يعني فيو سنتيمترز، لكن ده انا هنا عاوز البريستالسيس تاخد الانتستين من اولها الى اخرها
مين بقى العصب اللي بيغذيها من اولها الى اخرها؟ فكر معايا الفيجاس. يبقى لازم تبقى اكسترنسيس، يبقى لازم تبقى حاجه من بره اهو. بص يبقى هنا السنتر هو البرين ستيم بتاع الكلام ده، واكسترنسيك نيرف ريفلكس. طبعا ما احنا عارفين الفيجاس بيشتغل عبر المينتريك بلكسس، بس فيجاس هيشغل مينتريك بلكسس ان سكسيشنز، يعني في تتابع الاولانيه وراها الثانيه وراها الثالثه وراها الرابعه لحد ما يغطي كل الانتستين في دقائق تكون رمى الحاجه الوحشه. شفتوا الولاد لما بنفكر ونتخيل بيبقى الفهم الطف ازاي؟ يبقى متى يحدث كريستالتيك راش؟ لو حاجه وحشه عامله اريتيشن. طب ايه نوع البرسالتس انت عاوزها؟ عاوزها تبقى سريعه وقويه عشان ما تتخلص من الانستاين كونتنتري كولون، ولا تعطي فرصه للميكس موفمنتس. طب في الحاله دي انت لازم هتمشي حاجه تبقى بتكنترول كل السمول انتست، يبقى لازم حاجه بتكنترول كل المينتريك بلكسس. مين؟ الفيجاس. يبقى اكسترنسيك نيرف ريفلكس هيشتغل فاير مينتريك، بس من اول واحده لاخر واحده يطرد الكلام ده. طبعا من عظمه الخلق والخالق ان ربنا عامل بريستالسيس تمشي في اتجاه واحد بس، اورو اينال، يعني من الفم الى الشرج. عملنا تجربه لطيفه، قطعنا حته في الانتستين وقلبناها او عكسناها، يعني عاوزك تتخيل ادي الانتستين، قطعت حته هنا ورحت عكسها كده، تصور. يبقى هتمشي دول، هيبقوا ماشيين كده ودي عاوزه تمشي كده، حصل بلوك للبريستالس. سبحان الله، يعني بيلت ان في الانتستين الاتجاه الصحيح للبريستالس. نيجي النقطه الثانيه يا اولاد، في بوابه مهمه جدا جدا بتفصل السمول انتستين، نهايه السمول انتستين وهي الاليوم، عن اول حته في اللارج انتستين وهي السيكم. ففي فالف هنا اسمه اليوسيكال فالف، وفي هنا اليوسيكال سفينكتر. يبقى اليوسيكال فالف واليوسيكال سفينكتر. يا اخي انا كل ما اتكلم في الفسيولوجي احس فعلا ان الخلق ده مش عشوائي، قوة عاقلة كاملة نسميها الله. لو عندك جاستيك ديستنشن الفالف والسفينكتر يحصل فيها حاجة، بينما لو بعد الفالف في سيكال ديستنشن، يعني السيكم هو الديستنشن، يحصل حاجة تاني. انا عاوزك تفكر انت بمنطق، لو في جاستيك ديستنشن، عارف بره الاشارات الضوئية الترافيك سيجنالز مش بس بيتحكموا فيها واحدة واحدة، بيتحكموا في الاشارات المتتالية. وفي فقر المعلومات العامة الترافيك سيجنالز اول ناس عملوها الكنديين. فلو انا عندي جاست ديستنشن يبقى عاوز افضي السكة دي كلها عشان في هنا زحمة، عاوزها تلاقي السكة فاضية عشان تتدفق من خارجها، ولا التكويم هيحصل اكتر. فبرغم بعد المشقة وبعد المسافة ما بين الاستومك والإليوسيكال فالف على بعد 2.80 متر، زي ما يكون في واحد بينظم المرور، سبحان الله الخالق. أول ما يحصل جاستريك ديستنشن الإليوسيكال فالف يفتح والإليوسيكال سفينكتر تريلاكس، وتزيد البريستالسيس الانتستين عشان تفضي روحها عشان تتهيأ لاستقبال الزحمة اللي جاية من الاستومك اللي هو الجاستيك ديستنشن. طب ازاي؟ الميكانيزم ايه؟ طول عمرنا يا اولاد عندنا يا نيرفس يا هرمونال. اظن الهرمون ما عندكش اختيارات. ايه الهرمون الوحيد اللي بيطلع من الاستومك؟ مفيش غيره. واللي كان بيطلع بالجاستيك ديستنشن جاستري. طب ونيرفس؟ احلى ما في الدايجيشن يا اولاد ان تسمية الريفلكس السهل قوي. يبقى جاستيك ديستنشن هيأثر على الإليا إليوسيكال فالف وإليوسيكال سفينكتر، فيسموها جاسترو إليال، جاسترو إليا ريفلكس. ده الميكانيزم. إنها بالعكس، فكر أنت لو بالعكس السيكم مليانة، يبقى لو فتحت الفالف وعملت ريلاكسيشن في السفينكتر الموضوع هيسوق أكتر. لو الأوريدي أنا عندي زحمة هنا، لو تدفق أكل أكتر يبقى هيسحمها أكتر. فشوف العظمة الإلهية، الجاست ديستنشن فتح الفالف والسفينكتر، إنما السيكال ديستنشن أور إريتيشن هيقفل الفالف ويكونتراكت السفينكتر.
هنا الميكانيزم مين كان بيسكر المحارس؟ فاكرها السمباثاتيك، كان كل السفنكتر بتاعت الجاب بيعملها كونتراكشن. فهنا بتحدث عن طريق مينتريك ريفلكس يعني لوكال ريفلكس، واكسترنسيك ريفلكس عن طريق السمباثاتيك. سمباثاتيك كان هو اللي بيريلاكس الوول ويكونتراكت السفنكتر. يبقى شيء رائع لما الانسان يتصور هذا الكلام. ايه ده؟ ايه الروعه دي؟ انا كنت يعني في كندا معجب ان لما حته تبقى زحمه الاقيهم فتحوا كل الاشارات البعيده عن الاشاره اللي احنا فيها عشان يتدفق مسيره السيارات بسرعه عشان الازدحام يتخلصوا منه في اسرع وقت. ابص وانا بشرح دايجيشن الاقيها من الازل موجوده يعني في الانسان من خلق الخالق، ان جاستريك ديستنشن. طب ده الاليوسيكال فالف والاليوسيكال سفينتر. انا عاوزك تتخيل الرسمه مش صغيره كده، ده يبعد 2 متر و80 سنتي. فالزحمه هنا ادت الى ريلاكسيشن الاليوسيكال فالف الاليوسيكال سفينتر، وفتحت الفالف والبريستالسيس زادت عشان تفضي. بالعكس السيكال ديستنشن وإريتيشن عمل عكس. هنا الميكانيزم نيرفس اسمه جاسترو إليك ريفلكس، وهرمونال اسمه جاسترين. هنا ريفلكس ماينتريك ريفلكس عن طريق الاكسترا يعني ده لوكال ريفلكس، مفيش هنا هرمون لان مفيش هرمونات بتطلع من السيكم. طبعا انت عارف كل هرمونات بتطلع من الابر بارت، فمش عاوز عبط، مفيش هنا هرمونز. فهي كلها نيرفس، شورت ريفلكس اللي هو ماينتريك ريفلكس، ولونج ريفلكس اللي هو اكسترنسيك سمباثيتك. النقطه الثالثه يا اولاد في الطلبه اللي هم اوائل بقى، هتكتب لي الانستاينال موتيلتي، مين الهرمونات اللي بتزودها ومين الهرمونات اللي بتنقصها. احنا قلنا الجاسترين فاميلي اللي هم اشهر اتنين فيها الجاسترين والسي سي كي بيزودوا الموتيلتي، وحتى قلت لك تفتكرها ازاي. الجاسترين فاميلي فيها جاسترين وفيها كوليسيستو كاينين. يعني ايه كاينين؟ محرك. يبقى دي اللي تزود. بينما السكريتين فاميلي كان فيها مين؟ كان فيها جي اي بي، برضو من اسمها تعرف بتعمل ايه في الموتيلتي، مش من زعيم العائله اللي اسمها جاسترين وسكريتين فاميلي. بس تاني واحد مهم في الجاسترين فاميلي هو الكوليسيستو، قولها كده بسرعه، كاينين محرك، يبقى ده يزود. طب السكريتين فاميلي تاني واحد في العائله مهم غير السكريتين جاستريك ايه؟ انهيبيتوري بيبتايد، يبقى ده ينقص الموتيلتي. ولا تنسى ان من ضمن الحاجات اللي بتزود الانسولين والسيروتونين اللي بينقص الجلوكاجون. دي كانت الاجابه النموذجيه لدره هذه المحاضره يا اولاد، وهو انتستاينال موفمنتس، موفمنتس وسمول انتستين، ثلاثه موفمنتس، بروبالسيف موفمنتس اللي هي البريستالسيس، ميكسينج موفمنتس اللي هي السيجمنتيشنال، ثم تنظيف مايجريشن موتور كومبلكس تحصل في الفاستنج ان بتوين ميلز. وكل واحده اتكلمنا عليها في 3 نقاط: ديسكريبشن، كنترول اند فانكشنز، وما عشقت مستعشق النظام. ثم الاوائل قلنا 3 نوتس، اتكلمنا على البريستالتيك كراش، لو كلنا حاجه وحشه لازم نستعجل ما نديش فرصه للميكسينج، وكان لازم عشان نمشيها طوال الانتستين كان لازم يبقى اكسترنسيك نيرف والسنتر برين ستيم. واتكلمنا على البوابه الرائعه اللي تبعد 280 سنتي عن الاستومك، الجاسترو ايليال فالف، اسف الاليوسيكال فالف والاليوسيكال سفينكتر، كيف تاثر بالجاستريك ديستنشن وكيف تاثر بالسيكال ديستنشن. ثم اتكلمنا على الهرمونات وتاثيرها على الموتيليتي، ان الجاسترين فاميلي بتزود والسكريتين فاميلي بتنقص، وبطريقه لا تنسى مش من زعيم الاسره، من تاني واحد. الجاسترين تاني واحد مهم، كوليسيستو عالي صوتي في الكلمه المهمه، كاينين يعني محرك، يبقى دي تزود. انما السكريتين كان معاه جاستيك انهيبيتوري بيبتايد. طيب نستعرف يا اولاد اللي باقي اسهل كتير باذن الله. ناخد المرض في السمول انتستين اسمه ايه؟ دايناميك اور باراليتيك الياس. معلش في عجاله كده اظبط، بس زي ما قلت لكم انا شغال مخرج واضاءه وكل حاجه. اهو
ايه دايناميك اور باريتيك ايلياس؟ من كما يبدو من الاسم باريتيك ايلياس يعني هيحصل شلل في السمول انتستين بيعقب العمليات الجراحيه في الابدومن. يعني بعد اي ابدومينال اوبريشن لابد ان الجراح يا اولاد يتحقق بعد عمليه جراحيه في البطن ان الانتستين عادت العمل واشتغلت، لانها لو ما اشتغلتش هيبقى فيه مشكله كبيره جدا. ففي بعض العمليات الجراحيه في الابدومن بسبب، انا عاوز اقولها اطول شويه من اللي مكتوب عندكم في الكتب، لان انا كنت بشتغل في غرف العمليات في القصر العيني وعارف الحاله دي كويس. كنتيجه لسوء تحضير العام بري اوبرتيف، يعني خطا بري اوبرتيف، المفروض قبل العمليه العام ما ياكلش، يقعد صايم فتره. الاهم هو الخطا الاوبرتيف، انه الجراح كان مش عارف سكته، هو المساعد بتاعه من يشد قصاب بعض على الانتستين، تروما تو ذا انتستين، دي اهم حاجه. وبيريتونيال اريتيشن دي الاوبرتيف. بوست اوبرتيف برضه المفروض العيان يقعد فتره ما ياكلش عشان الانتستين وهي تعبانه ما نعملهاش ديستنشن. يبقى هذا الاي دايناميك، ايه دايناميك يعني لا حركه، ايه دايناميك او باراليتيك ايلياس. ليه سموه باراليتيك ايلياس؟ لان الشلل بيبتدي في الاليوم ثم سبريدز ابورز، ده السبب في تسميته باراليتيك ايلياس. قلنا بيحدث في الابدومينال اوبريشنز، مع الابدومينال اوبريشن، عشان كده كنا تملي بعد الابدومينال اوبريشن كده بساعات نجيب السماعه تصور ونحطها على بطن العيان عشان نسمع الانتستينال موفمنتس. عارف الصوصاله اللي بتسمعها لما الانتستين تتحرك؟ طبعا الصوصاله دي عاوزه حركه جامده عشان كل الناس تسمعها، لكن احنا ممكن نسمعها بالسماعه وهي ضعيفه جدا. فكل مره كنا الجراح يحط السماعه بعد كذا ساعه على بطن العيان ليتاكد ان الموفمنتس ابتدت تاني، او يسال اهل المريض هل العيان ده يعني باست فليتس، يعني خرج هواء، يعني ينبسط قوي لما يقول له اه العيان خرج هواء من تحت من الشرج، يبقى معناها الانتستين اشتغل. يبقى الايه دايناميك اوف باراليتيك ايلياس بتحدث بعد الابدومينال اوبريشن بسبب خطا معالجش انت ده، بس بقول لك للمعلومات، بري اوبرتيف او اوبرتيف او بوست اوبرتيف. هم اهتموا بالاوبرتيف عندنا اللي هو تروما تو ذا انتستين، جراح مش متمكن وابتدى طول العمليه عمال يشد على الانتستين، اغضب الانتستين وبرتنيال اريتيشن. طب ده ادى الى ايه بقى؟ مين اللي تحفز في العيان؟ السمباثاتيك، حصل ستيميليشن سمباثاتيك، فزاد السمباثاتيك نور ادرينرجيك ديسشارج. ما احنا عارفين السمباثاتيك الكيميكال ترانسميتر نور ادرينرجيك، وعارفين ان السمباثاتيك عدو الجهاز الهضمي، فده قلل الانتستينال موتيليتي، عمل شلل في الانتستين بيبدا من الالياس، عشان كده سموها باريتيك الياس. ايه دايناميك يعني ما بتتحركش؟ ستارتنج اد ايليوم. لما الانتستين ما بتتحركش ابتدى العيان بقى لما ياكل الفلويد والجاسس تتجمع في الانتستين، ما هو مفيش حركه يبقى هيحصل الفلويد والجاسس تتجمع في الانتستين، فده يعمل مور ديستنشن في الانتستين، يعني الانتستين بقت ديستندد ما فيهاش حركه، فالاكل والفلويد يتجمع فيها فتبقى مور ديستندد، فيتجمع الفلويد والفود مور ديستنشن. دخلنا في بوست فيدباك ميكانيزم خطيره جدا يمكن ان تودي بحياه العيان. ما لا يعلمه الزملاء الاصغر سنا واحبهم يعرفوا اللي هقوله ده، ان ايفن لو ما عالجتش العيان في معظم الحالات البريستالسيس بتعاود الرجوع في السمول انتستين، ده ما عالجوش، ده الزملاء الصغيرين بعد 6 ل 8 ساعات. في الاستومك بعديها بشويه، في القولون يمكن ياخد يومين لثلاثه قبل ما يعاود القولون الشغل ويبتدي يروح التويلت تاني ويعمل ديفيكيشن. يعني في معظم الاحوال بتطيب لوحدها، بس خد بالك دي لو ما طابتش عن يموت. فاحنا عاوزين نسرع البريستالس، يبقى نعمل ايه؟ نقطع الفيشا سيركل دي. ان الانتستين منفوخه بالفلويد والجاسس فبيقلل موتيلتي اكتر فما تمتصش فتنتفخ اكتر، يبقى نعمل اسبريشن تشفيط اوف فلويد اند جاسس تيل بريستالسيس ريتيرنز، لحد ما البريستالس ترجع. دخل له رايل تيوب كده في مناخيره وتشوفوها في بعض العيانين، يدخلوا انبوبه كده في مناخيره من خلال بعد كده الاسوفيجاس ستومك ويشفطوا له، يعملوا اسبريشن، ده العلاج. انتقل بقى يا اولاد للاسهل وهو اللارج انتستين، القولون.
الاول انرفيشن، قراءة جديدة في صفحات قديمة في الاوتونوميك. كنا خدنا من هو مايسترو جهاز الهضمي؟ الباراسيمباتيك. الفيجاس بيغذي، كنا قلنا اسوفيجس اللي هو مش موضوعنا، ستومك مش موضوعنا، سمول انتست مش موضوعنا، لحد البروكسيمال هاف اوف لارج انتستين. امال مين يدي الديستال هاف اوف لارج انتستين؟ البلفيك نيرف. وفي الوظيفه بتاعتهم اكسايتاتري، لان الفيجاس ده صديق الجهاز الهضمي. نفس الكلام في حاله السيمباثيتك يا اولاد، الجريتر سبلانكريك نيرف يغذي البروكسيمال هاف اوف لارج انتستين، والليسر سبلانكريك نيرف يغذي الديستال هاف انهيبيتور. ومش عاوز عبط، لما اقول البارا اكسايتاتوري يعني اكسايتاتوري تو ذا وول وريلاكس السفنكتر، الشيء بالشيء يذكر. السمباثاتيك لما اقول انهيبيتوري ينهيبيت الوول ويكونتراكت السفنكتر، يعني اهو الفيجاس يكونتراكت الوول وريلاكس السفنكتر لانه بيشغل، لازم يكونتراكت الوول وريلاكس السفنكتر. فاكسايتاتوري دي على الوول، السمباثاتيك انهيبيتوري الوول يبقى يكونتراكت السفنكتر يسكر المحابس. كنا بنقول السيمباثيتك ولسه شايفينه في الاليوسيكال فالف كان بيعمل كونتراكشن السيمباثيتك. ولا تنسى قلت لكم جمله مهمه جدا، الجات يا اولاد ما فيهاش غير سكيليتال ماسل في موضوعين بس، عارف فيلم بدايه ونهايه؟ في البدايه وفي النهايه، في البكال فيز اوف سوالوينج فولنتري تتحكم، وانس البولس نزلت بقت انفولنتري. اخر حاجه اللي هي الاكسترنال، اكسترنال انا سفينكتر فولانتري، سفينكتر ما تمسك روحك، دي بقى مش بسمباثيتك وبارا، دي بسوماتيك نيرف اسمه بيودندال. خلاص اهي، يبقى السوماتيك اللي هو البيودندال نيرف بيغذي الاكسترنال انا سفينكتر، ده سوماتيك فولانتري. مفيش سكيليتال ماسل في الجات يا اولاد، سؤال ام اس كيو، غير في الاول وفي الاخر، في البكال فيزو ديجلوتيشن، وفي اخر حاجه الاكسترنال، اكسترنال انال سفينكتر. نيجي التايبس اوف موفمنتس في اللارج انتستين، مفيش سؤال زي كده، انت هقراها في عجاله، نفس انواع الموفمنتس هي هي. الحركه الاساسيه هي السيجمنتيشن، بس هنا بقى بتاخد شكل هوستريشن، يعني ماهاش سيجمنتس. انتوا عارفين ان الكولون يا اولاد في ال التينيكولاي اللي هي الشرايين بتاعت القولون اقصر من القولون، عشان كده القولون بيبقى مثني في صورة باجز كده، شكل القولون شفتوها في الاناتومي يسموها هسترة. خلاص، فهنا بدل ما يحصل several constrictions to divide the equal segments، لا هت divide the equal hostrations. يبقى دي mixing movements مهمة لل digestion، بس ما فيش digestion يذكر في القولون، مهمة هنا لل absorption. طبعا نيجي البريستالس، الحركة الدودية، حركة دفع. طب هنا لطالب ذكي لازم حركة الدفع في القولون تبقى بطيئة، ليه؟ لأن لو البريستالسيس، لو البريستالسيس سريعة في القولون، لو في بريستالسيس كتيرة في القولون هيفضي فين؟ فكر معايا، لو القولون ده مليان بريستالسيس هيفضي في الريكتم، لما الريكتم تديستند حضرتك هيجيلك الديزاير تو ديفيكيت، يبقى حضرتك محتاج كل ساعتين ثلاثة تروح التويلت عشان تعمل ديفيكيشن. عشان كده افهم اللي بتقراه ان البريستالسيس اقل بكتير جدا في اللارج انتستين عنها في السمول انتستين جنرال سبيك، انما عموما هي قليله هنا وهنا، انما هاز ا لو فريكوانسي في البدايه وهاي فريكوانسي عند السيجمويد، ده في العموم. لكن عموما البريستالسيس فيري رير في القولون، فيري رير. المهم هو السيجمنتيشن في شكل اوستريشن. في حاجه بقى جديده لطيفه اسمها ماس موفمنتس، دي موديفايد بريستالسيس، بتحصل فيو تايمز بير داي. انا عايزك تفهم يعني ايه ماس. ماس يعني لارج اريا اوف ذا كولون، اهو اديني همثلها لك، يحصل فيها كونتراكشن از وان يونت، فتزق الاكل الحته اللي بعدها، فالحته اللي بعدها تبقى ديستندد، يحصل فيها ماس موفمنتس اللي هي كونتراكشن في لارج اريا فتزق اللي بعدها لحد ما تنقل محتويات القولون للريكتم، فالريكتم ديستندد فيوجد ديزاير تو ديفيكيت. بالعقل انت مش مفروض ان الكلام ده يحصل، مش مفروض الواحد يجي له ديزاير تو ديفيكيت الا مره او ماكسيمم 3 مرات في اليوم. عشان كده
هذه الماس موفمنتس ماس يعني كتيره اللي هي موديفايد بيستلسس اللي بيحصل كونتراكشن في لارج اريا في الكولون حوالي 20 سنتي بتحدث فيري فيري فيو تايمز بير داي تملا لك الريكتم تديك الديزاير تو ديفيكيت ده القصه دي. طب فين السؤال المهم في الكولون اذا جه ولا اتصور نيجي في النظري اللي هو ديفيكيشن وبالظبط كاننا بنشرح الميكتوريشن بتاعه الكيدني بس مع فارق صغير انه في هنا حاجه اسمها بريباراتوري ريفلكس لو حضرتك لاحظنا كلنا حضرتك وحضرتك والعبد الله ان الواحد لما بيقوم الصبح اسهل كتير يعمل ديفيكيشن يدخل التواليت يعمل ديفيكيشن لو كل حاجه يعني لو خد كوبايه شاي بلبن مع مثلا حته كيك حاجه فطر يحس ان كده هيقدر بس الناس مش فاهمه ليه ده بريبات ريفلكس انه اما تحط حاجه في المعده ده بيعمل ماس موفمنت في الكولون لسه شرحينها ماس موفمنت في الكولون يخليها تفضى في الريكتم فالريكتم يبقى ديستندد فحضرتك يجي لك ديزارت ريفيكيت فسموها جاسترو كوليك ريفلكس الكلمه واسهل حاجه قلت لك التعبيرات في الدايجيشن الوجبه الجديده في المعده اللي هي جاسترو عملت ماس موفمنتس في الكولون يبقى جاسترو كوليك ريفلكس انا بقولها بطريقه لطيفه لو خدت بالك منها انا بقول انه الوجبه الجديده الاكله الجديده اللي حطيتها في المعده بتاعه الافطار بتتخلص من بقايا الوجبه القديمه في القولون الى الريكتم ومنها الخارج ديفيكيشن عشان الوجبه الجديده دي بقى نشتغل شغل على نظيف كده يبقى الجهاز الهضمي فاضي يبقى الجهاز الهضمي اي مره هتاكل وجبه جديده بيحصل ماس موفمنت في القولون يتخلص من بقايا الوجبه القديمه هذا الريفلكس اقول لكم معلومات مش مهم تعرفوها بس يعني لطيفه مش للامتحان ان هذا الجاستروكوليك ريفلكس يا اولاد يعني very active in babies عشان كده البيبي اول ما يرضع من امه يبقى اكله جديده اهي جايه يحصل له ماس موفمنت في الكولون يتخلص من بقايا الرضع القديمه تلاقيه عمل ديفيكيشن حتى كنت افتكر امهات كتير كانوا يجوا يسالوني ان البيبي ده ما بيستفادش بالاكل يا دكتور ليه ان اول ما برضعه بيروح منزل يعمل ديفيكيشن فاقول لها بص يا بابا هو لا يتخلص من الرضع الجديد هو مش كده هو البيبي مش منفذ يعني انت بتدي له رضعه جديده الرضعه دي راح نازله من الانس واشرحها لها بالطريقه البسيطه دي ان الرضعه الجديده بتتخلص الرضعه الجديده في الاستومك في الاستومك بتتخلص من بقايا الرضعه القديمه في القولون اللي ما حصلهاش دايجيشن عشان نبتدي الدايجيشن والقولون نضيف والجات كله لسه ما فيهوش حاجه يبقى فكره جميله وكان ليا عدد من اصدقائي عندهم الجاستروكوليك ريفلكس ده اكزاجيريتد زي البيبيهات كان ليا صديق كل ما نقعد على الاكل اول ما ناكل يسيبنا ويروح يعمل ديفيكيشن بعد الاكل على طول فحتى الناس استغربوا ايه ده كنت بشرحها للمجموعه اللي قاعده اقول لهم يا جماعه ده عنده اكزاجيريتد جاستروكوليك ريفلكس زي البيبيهات ليه بحكي الحكايات دي عشان خاطر ما تنساش تقول البريباراتوري فليكس مفيش بريباراتوري فليكس في الميكتوريشن مفيش استعداد انما في الاكل تاكل ده بيسهل انك انت تفضي جاستروكوليك ريفلكس بعد كده قلنا يا اولاد القاعده في الميكتوريشن كما في الديفيكيشن هي واحده قبل سن سنتين حاجه بعد سن سنتين حاجه قبل سن سنتين فاكرين قلنا تملى تفضي يعني البيبي اول ما الريكتم اتملى فاضي مفيش كنترول توتالي انفولونتري ريفلكس سباينال باراسمباثيك ريفلكس بعد سن سنتين تعلمنا ان نتحكم في هذا الريفلكس تملى تفكر مش تفضي تفكر الوضع مناسب تفضي مش مناسب تمسك روحك يبقى قبل سنتين حتى حلوه اهو فيها شويه سجع تملى تفضي بعد سن سنتين تملى تفكر تدي قبل سنتين كلام بالظبط اهو سباينال باراسمباثيك ريفلكس فاكر كنا بنشرحه في ايه يا اولاد في كلمه صراصير فاكر صراصير دي ستيمولس
يأثر على ريسبتور يبعت عن طريق افرين سنتر افرين ريسبونس. ايه الاستيمولس؟ انت تألفها. الاستيمولس ان انا افضين الريكتم اتبالى ريكتال ديستنشن. لما يوصل الضغط في الريكتم عشان تتميزوا عن بقية اقرانكو ل 18 مليمتر ميركوري يحصل لك الايرج تو ديفيكيت. يعني انا عاوز تتميزوا عن الباقيين بالارقام دي. يعني لما الريكتم تتملي لما الضغط يوصل كام يجيني الايرج 18 مليمتر ميركوري الايرج تو ديفيكيت. طيب يبقى هنا ده الاستيمولس. طب الريسبتور يبقى 100% ميكانيكال ريسبتور ستريتش ريسبتور. الافرين تو السنتر الافرين اوعى تنسى الافرين بيلفيك نيرف والسنتر 2 3 4 ساكرال والافرين بيلفيك نيرف. اوعى تعبط اوعى تقول فيجاس. الريكتم في البلفس في الحوض. الريكتم بتاعتك في الحوض فبتتغذى بالبلفيك نيرف. هي في البلفس فبتتغذى بالبلفيك نيرف. افرين تو افرين والسنتر 2 3 4 ساكرال ده السنتر اوف ديفيكيشن. خلاص. وبعدين الريسبونس تو كونتراكت الوول وتريلاكس الانال سفينكترز. البيبي الصغير بيريلاكس الانترنال اكسترنال. امتى بقى؟ لما البريشر برضو تتميزوا عن بقيه اقرانكو يوصل 55 ملم مركوري. لما الريكتم ينقبض والبريشر يزيد بقى من 18 ل 55 ملم مركوري ده بيريلاكس بوث اكسترنال اند انترنال انال سفينكتر. ده قبل سن ساعتين هتشرح السداسية دي. ستيمولس يأثر على ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس. ستيمولس نقولها تاني في عجالة ريكتال ديستنشن يبقى ريسبتور اللي هو ميكانو ريسبتور ستريتش ريسبتور يبعت عن طريق افرين السنتر 2 3 4 سيكرال الافرين بلفيك نيرف برضو والريسبونس كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن في السفينكتر. طيب نيجي بعد سن ساعتين بتملى تفكر تشوف لو لقيت الكونديشن اكسبتابل وضع مقبول. شوف هما ناس لطاف حتى مقبول دي بتختلف حسب الستاندر ليفنج بتاعك حضرتك. انت مش الوضع غير مقبول الا اذا كنت في التواليت ومقفول عليك. في واحد تانية بقى في الشارع على شط الترعه زي ما يكون بقى هو نصيبه في الحق. المهم انت او حد او هو او حضرته شاف الكونديشن اكسبتابل يعمل ايه؟ السيريبرال كورتكس تبعت اكسيتاتوري امبلس للساكرال سنتر تقول ريفلكس اشتغل. افهم يعني ما زال ريفلكس برضه بس ريفلكس. افهم انت عملت له انيشيشن قلت له اشتغل. انما نفس الست نقط لازم تشرحها برضه يبقى اكسيتاتوري. بس طبعا لو انت شارحها قبل كده في السباينال باراسمباتاتيك خلاص ما مشروحه. لكن لو قال لك ديفيكيشن ادلت ما تروحش كاتب لي الحته دي لانه ريفلكس تشعر ريفلكس. بس ريفلكس انت امرته السيربرال كورتكس بعت اكسيتاتور امبلس وحطيتك بعد سن ساعتين اتعلمت تتحكم في الاكسترنال انال سفينكتر. هتريلاكس الاكسترنال انال سفينكتر. خلاص. لا انا بقول الطفل يتكلم قبل ما يعرف يتحكم في الاكسترنال انال سفينكتر. الاكسترنال انال سفينكتر دي عاوزه تمرين عشان يتحكم الانسان فيها بعد سن ساعتين. وبعدين زي ما بقولها يا اولاد اوعى تنسى وبقولها في مزاح عشان تفتكرها ادي زوبه زقه بنحزق بنعمل حته فالزالفه صغيره بناخد ديب بريث عشان تكون تراكت الدافرام والابدومينال ماسل عشان نزود الابدومينال بريشر عشان نسكويز الريكتم عشان يفضل. يبقى لو الكونديشن اكسبتبل عملنا ثلاث حاجات. السيربرال كورتكس بعتت اكسيتاتوري امبلس شغلت الريفلكس اللي هما الست نقط والاكسترنال انال سفينكتر ريلاكسز وادي زوبه زقه تو كونتراكت الدافرام اللي هو الديب بريث زائد ابدومينال ماسل كونتراكشن. طب اف ذا كونديشن نوت اكسبتابل حضرتك قاعد بتسمعني دلوقتي عاوز تكمل معايا تعمل عكس السيربا كورتيك سنز انهبيتوري امبلسز يوقف ريفلكس قول له وقف وتمسك روحه الاكسترنال انال سفينكتر تبقى كونتراكت. والاكسترنال انال سفينكتر دي فولنتري حتى الشخص اللي ماسك نفسه ده بيبقى باين عليه انه ماسك نفسه ايه فولنتري اكسترنال انال سفينكتر. ده موضوع الديفيكيشن. يبقى اوعى تنسى لو جالك الديفيكيشن كسؤال وما بيجيش غالبا بيجي الميكتوريشن لان بتتكلم في ثلاث نقط. بريباراتوري فليكس نمره واحد اللي هو ان الوجبه الجديده في المعده بتفضي القولون جاسترو كوليك ريفلكس. ثم تاني نقطه قبل سن ساعتين سباينال باراسمباتيك ريفلكس اللي هتشرح الصراصير ستيمولس ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس.
بعدين بعد سن سنتين تملى تفكر النقطه الثالثه هتحط احتماليه لو كونديشن اكسبتبل تعمل ثلاث حاجات سيبا كورتك تبعت اكسيتاتري الاكسترنال انر سفينكتر تريلاكس ادي زوبه زق لو الكونديشن نوت اكسبتبل الاثنين بس لان مفيش زوبه هنا مفيش زوبه السيربا كورتك تبعت انيبيتور امبلس والاكسترنال انر سفينكتر تكون تاكت نيجي بقى لل شوية حاجات كده تطبيقات صغيرة ونقفل بيها يا اولاد المحاضرة الابزوربشن في الكولون احنا قلنا هل في ابزوربشن في الكولون اه طبعا في ابزوربشن في الكولون انت 9 لتر بنعمل لهم ابزوربشن من السمول واللارج انتستين السمول انتستين بتمتص 7 لتر بير دي اللارج انتستين من 1 ل 2 لتر 90% من 1 ل 2 لتر اللي وصلوها بتعمل لهم ابزوربشن الصوديوم از ري ابزوربد اكتيفلي followed by الووتر followed الووتر الصوديوم باي اسموزيس زي الكيدني بالظبط والبوتاسيوم والبايكربونات ار سكريتد خلاص مش بالظبط يعني ان البايكربونات هنا سكريتد هناك كانت بتبقى ري ابزورب والكلام ده اندر دي كنترول اوف الدو ستيرون يبقى ده الابزوربشن في كله مفيش سؤال هيجي لك كده بس احنا بنقول الكورس كاملا يا اولاد يبقى 90% من قلنا كام لتر بتمتصهم في اليوم 9 لتر 7 في السمول انتستين 1 2 في اللارج انتستين 90% من 1 2 دول تمتصهم في القولون الصوديوم از ري ابزوربد اكتيفلي الميه فولوز باي اسموزيس البوتاسيوم والبايكربونات ار سيكريتد والكلام ده تحت تاثير الالدوستيرون الحته الجايه دي احب كل الناس تاخد بالها منها الدايتري فايبرز اللي هي السيلولوز انت عارف ان احنا مش زي الارانب احنا ما بنهضمش السيلولوز يعني ما تاكل خس خيار والنهارده حتى ما بيكتفوش بكده لما تدخل اي سوبر ماركت محترم بتلاقي حاجه اسمها بران البران اللي هو بقول زي الغلاله بتاعه القمح ما هي دي سيلوز او على الاقل اذا مش عاوز تاكل الغلاله دي اللي هو البران انا شخصيا باكل بران ده كل يوم خلاص بحطه كده في لبن مش اكل سيريال عادي بران عليه لبن طعمه مش حلو بس فاهم فايده اللي هقولها لك حضرتك على الاقل كل هول ويت اللي هو القمح كامل العيش البلدي بتاعنا العيش البلدي بتاعنا يفرق عن العيش الباجيت والحاجات دي ان احنا محتفظين بالغلاله بتاعت حبه القمح اللي هي بتخلي العيش اسمر دي عباره عن سيلوز لا تمتص كل سلطه كتير خس كتير وخيار كتير سيلوز لا يمتص ده بيعمل بالك يسموه بالك لاكسيتيف يعني مسهل بالبالك كميه كده بتعمل لاكسيشن ليه لانه نوت دايجست تعال شوف فوائده بقى جمع بيقلل الكونسبيشن الامساك الاهم بقى اللي جاي بيقلل الكانسر كولون بيقلل الكورونري ارتي ديزيزز يبقى ثلاثه بحرف سي يقلل الكونسبيشن اللي موجود على الناس كبار كتير يقلل الكانسر كولون اللي هو من اهم الكانسر اللي بتحصل الارواح مش اهمها على الاطلاق اهم واحد اللنج ويقلل الكورونري هارت ديزيز زائد بيقلل دايبيتس ميليتس ليه بقى ليه بيقلل الكوروناري ارت ديزيز ده لانه بيخفض الكوليسترول تصور الغلاله القمح ده الهول ويل وبيقلل دايبيتس ميليتس وطبعا الناس بتوع التخسيس انت عندك مشكله عاوز تشبع وفي نفس الوقت مش عاوز تاخد سعرات يبقى عليك بالبالك لاكسيتيف بهذا السيلوز كل خس كتير خيار كتير كل الهول ويت الحبوب الكامله ايفن العبد اللي انا بقول لك اهو بدخل السوبر ماركت اجيب البران مكتوب بي ار اي ان بران يمكن احلى نصيحه النهارده تقولها للناس اللي هم اكبر سنا في عائلتك انه عليه وعلى البران الناس دي بره ما بتهزرش البران ده مفيد جدا يخليك تشبع بقدر اقل من الكالوريز ما تخنش ويقلل الثلاثه سي كونسبيشن الكانسر كولون الكرونيك ارت ديزيز والدايبيتس ميليتس طيب سؤال بيجي في الام اس كيو ده الترانزيت تايم يعني لما بتاكل حاجه بتوصل السي كام اول حته في اللارج انتستين بعد كام ساعه 3 ساعات الهيباتيك فليكشر اللي هي عند الليفر هنا في الليفر بعد 6 ساعات السبلينيك فليكشر بعد 9 ساعات بتوصل السيجمويد كولون بعد 12 ساعه اظن مكتوب بطريقه حلوه يا اولاد 3 6 9 12 ما تجيش احلى من كده طبعا هي اول واحده دي 3 4 لو لقيتها 4 احسبها صح يبقى 3 ده السيكم 6 الهيباتيك فليكشر 9 السبلينيك فليكشر 12 السيجمويد
الحتة بقى دي عشان توصل للإنس دي بتبقى very slow much slower. طيب نيجي بعد كده انستاين البكتيريا. هل في بكتيريا في الانتستين؟ اه اللي قلنا الميجريشن موتور كومبلكس بتخلص منها. بكتيريا دي يا اولاد اللي هي كرونيك بكتيريا نوعان. في بكتيريا نافعه بتعمل ثنسز لاهم فيتامين كي اللي هو مهم للتجلط يعني عشان ولاهميته ربنا خلانا لا نعتمد عليه في الاكل. فيش اكل بحيث غني ياخد وفقير ما ياخدش فينزف يموت. يعني حتى فكره انهي انزيم يحصل له ثانسيس في الكولون اللي هو المتعلق بالحياه بالتجلط فيتامين كي بتاع البروثرومبين جروب بتعمل بالبكتيريا وصم بي كومبلكس. لكن في بكتيريا بتعمل حاجات تانية مش حلو تعمل غازات وفليتس فتخلي الناس تفارط خلاص. طبعا بقى روائح يعني انت فاهم بقى الاتش 2 اس وما ادراك. وده على فكره غاز قابل للاشتعال يعني يعني لو واحد عمل عامله جامده زي كده وولعت كبريت الدنيا هتفرقع مسخره. في حاجه اسمها في فقره معلومات يعني مزاح كده يا اولاد اسمها جروسولوجي. جروسولوجي معناها الانبولايت ساينس العلم الغير مهذب. من ضمن الاسئله كانت كم واحد بكم مره الانسان بيفارت فارت يعني يخرج غازات فاهم انت في اليوم انكلودينج هو قاعد فوق السلطانيه تاج الجزيره وانت قاعد في التواليت. قال لك الافريج 28 مره مش 28 في ديورينج ذا دي يعني وانت قصاد الناس معظمهم طبعا وانت في التواليت وانت قاعد تعمل ديفيكيشن. ده يسموه الجروسولوجي ومعناه الامبلات ساينس العلم الغير مهذب. 28 مره تفارت اديك فهمت سبب الغازات والفليتس دي هي البكتيريا وهي عباره عن اتش 2 اس. لا تنسى في الام اس كيو ان تيني كولاي اللي هو الاشرطه بتاعت القولون اقصر من القولون وده اللي خلى القولون يبقى عباره عن مجموعه ثنايا كده زي الباجز اللي هي الهوسترا. وبعدين لا تنسى ان القولون لان الامتصاص فيه مش كتير ما فيهوش فيلاي ذير از نو فيلاي ان كولون. دي اسئله في الام اس كيو. اللوحه الاخيره يا اولاد شويه امراض خفيفه نقولها هيرش سبرانج ديزيز. ده مرض كونجينيتال بيصيب واحد لكل من كل 5000 طفل مولود نيولي بورن الهيرش سبرانج ديزيز. ده سببه انه في سيجمنت معينه في القولون سيجمنت صغيره كده بيبقى في ابسنس للانترنسيك لوكال بلكسس اللي هي في القولون موستلي انهيبيتوري. فلما يبقى في الحته دي مفيش نيرف سيلز اللي هي بتعمل انهيبيشن في سيجمنت صغيره من القولون يبقى الحته دي هيزيد فيها الماسل تو بس يبقى كده اوستراكشن حته كده مع الاعتذار يعني بقى في سفينكتر كده مش راضي يقفل. يبقى الحته اللي ما فيهاش النيرف سيلز دي اللي كونجينيتال ابسنس واحد في كل 5000 من نيولي بورن يحصل فيها كونتراكشن تون وده طبعا يقلل بريستالسيس وتلاقي بقى الطفل يحصل له امساك ما مش عارف ينزل وبطنه تتنفخ ديستنشن وفوميتنج قيء وألم يعيط and so on. طبعا بنريسكت الحتة دي نرميها في الزبالة ونركب حتة سليمة مع بعض ما عليكش العلاج بس ده القصة. تاني مرض مهم جدا اللي هو الكونسبيشن يا ولاد اللي هو الامساك. مفروض الواحد يقول لي طب انا مفروض كم مرة اروح للتايلت؟ اقصى حاجة 3 مرات في اليوم ده الطبيعي ابطو مرة كل 3 ايام حتى حلوة في الحفظ يعني اكتر واحد يروح 3 مرات في اليوم. طب وقال واحد مفروض مرة كل 3 ايام. لو انت بقى عندك امساك هيحصل لك الاتي سلايت انوركسيا يعني فقدان للشهية. اللي عنده امساك مش عاوز ياكل ما هو مش هياكل هيبوظ الحكاية اكتر. عدم ارتياح في الابدومن ابدومينال ديسكمفورت انتفاخ ديستنشن والتوكسين زي ما قلنا في سي نس تمتصت الريتيت المينينجيز تعمل لي هيدك. الامساك بيعمل هيدك من ضمن اسباب الهيد. causes of constipation عارف ايه اهم سبب يا اولاد؟ صدق او تصدق inhibition of the natural defecation reflex ده الموست كومن كوز. انك انت بيجي لك الديزاير تو ديفيكيت وحضرتك مستعجل قرفان من الحته اللي انت فيها رحت رحله انت منعت روحك انك تدخل عملت inhibition reflex تلاقي نفسك بعد شويه بقى عندك امساك. مفروض لما يجي لك هذا النداء نداء الطبيعي النداء الآلي ده انك عاوز تفضي تستجيب لهذا النداء يا اولاد
ده نداء مهم جدا في الطبيعه. نداء الطبيعه ده لا يجب تجاهله. تروح على طول فضي ولا هيجي لك امساك. ده اهم سبب. تاني حاجه نقص الكونتراكتايل اكتيفيتي اوف ذا كولون, ديكريز ان كرونيك كونتراكتايل اكتيفيتي. سببها ايه بقى؟ واحد ما بياكلش الديتري فايبرز في الدايت. عشان كده قلت من اهم الحاجات اللي بقولها في حلقات التغذيه في التي في ان يا جماعه لازم الهول الحبوب الكامله زي الهول ويت, ولازم الخس ولازم الخيار. واقول انا نفسي ما بكتفيش بهذا. تدخل اي سوبر ماركت محترم هنا موجوده مكتوب عليه براند بي ار اي ان, بدل ما اكل سيريال عادي طعمه حلو شاي بالشوكليت والحاجات دي, لا انا احط ده بلبن. افيد حاجه قلت لك لا كونستيبيشن ولا كورونري هارت ديزيز ولا كولون كانسر, كل ده بيقل والقلل دايبيتس وما تتخنش جامد. خلاص اهو. وبعدين انكزايتي القلق بيعمل امساك. وبعدين صدق ولا تصدق اللي جاي دي مهمه جدا, لاك اوف اكسرسايز اند جنرال ويكنس. حاجه غريبه قوي, في علاقه بين السكيليتال ماسلز والسموش ماسل بتاعت القولون. يعني الناس اللي راقده في السراير والناس الكبار في السن اللي ما بتتحركش كتير, عدم حركه افتح ودنك السكيليتال ماسلز يؤدي الى كسل السموث ماسل بتاعت القولون ويحصل امساك. فعلا الحركه بركه يا اولاد. واحد من اهم الاسباب اتحرك كتير ما يجيلكش امساك. اللاك اوف اكسرسايز وجنرال ويكنس ده موجود في الناس الكبار في السن بيؤدي الامساك والانكزايتي. طب ايه التريتمنت؟ الادفايز نوت تو انهيبيت الديزاير. لما تجي لك النداء الطبيعه ده تستجيب ليه. تاكل دايت ريتش ان فايبر سليلوز, ما بتهضمش بس يسموه بالك لاكستيف. اكسرسايز تمشي كل يوم. الناس كلها دلوقتي في كل دول العالم بتمشي, وقلت ان لها طريقه على الاقل قلتها 100 مره برضو اوفر ذا تي في سكرين. 150 دقيقه في الاسبوع على الاقل, على الاقل موزعه على الاقل 30 دقيقه لمده 5 ايام في الاسبوع. ما ينفعش تاخد 150 دقيقه كلهم في يوم. ده اقل اكسرسايز يجب يعمله اي انسان طبيعي ليتفادى الكثير من الامراض. فعلا الحركه بركه. سيمتوماتيك تريتمنتس بندي لاكزيتيف اللي هي البالك لاكزيتيف, الحاجات اللي هي بتعمل بالك فتشجع حركه القولون. لما تنفخ القولون بالديتري فايبرز بيتحرك. بيرجيتيفز اللي هي زي المغنيسيوم سلفيت, ده بيمسك الميه بيمنع امتصاص الميه في القولون, فطبعا يعمل بالك الميه تنزل تبقى تسهل لك الدنيا. كميات من الميه نازله في وسط الاسطول يبقى العمليه سهله. المغنيسيوم سلفيت. وطبعا لو الموضوع عقد قوي يا اولاد ما فيش حل غير انما اللي هي الحقنه الشرابيه. نيجي اخر حاجه الداريه. كما انه من القيء ما قتل, من الاسهال ما قتل. سيفير داريا مي بي فيتال سبيشالي ان اكستريم اوف ايجز. في الانفانت زي النزلات المعويه بتموت بالاسهال, لحد ما عملوا محلول الجفاف ده قلل نسبه الوفيات في الانفانتس في الرضع بنسبه كبيره جدا, وعليه كان من اعظم الاختراعات اللي زودت متوسط عمر الانسان. لان انت لو راجل مات عنده 80 سنه وعيل مات لسه مولود, المتوسط يبقى 40 سنه. يبقى موت طفل ده بينقص او رضيع اللايف اكسبكتنس بطريقه رهيبه. فالداريه فيتال سبيشالي في الاكستريم اوف ايجز, في الانفانت وفي الاولد ايج. ليه؟ لان بيحصل لوس للالكترولايتس, الصوديوم والبوتاسيوم. البوتاسيوم اخطر, وطبعا الصوديوم كمان خطير, والووتر, فبيحصل دي هيدريشن. وبنعالجها ازاي يا اولاد؟ اقولها لكم. بندي مش محلول ملح بس, صدق ولا تصدق, محلول ملح بندي معاه جلوكوز, لان الصوديوم يزود امتصاص الجلوكوز من الانتستين, وخد دي, والجلوكوز يزود امتصاص الصوديوم. يعني هما اتنين مش كو ترانسبورت مع بعض. فعش كده احنا عشان نخلي العيان نعوضه عن الملح اللي فقده ما بندروش محلول ملح بس, محلول ملح ومعاه جلوكوز. الصوديوم يزود امتصاص الجلوكوز, والجلوكوز ودلوقتي اللي عاوزينه بيزود امتصاص الملح. وطبعا بوتاسيوم بنخاف من الهايبوكاليميا لانها خطيره جدا. طبعا العيان هيحصل له هايبوفوليميا اللي عنده اسهال, الفوليوم ال سيركولاتري شوك, ومن اخطر الحاجات هايبوفوليميا هايبوكاليميا وهايبوناتريميا also occur هتحدث, وتودي بحياة المريض.
كده يا اولاد يبقى خلصنا البرانش بتاع الجاسترو انتستاين تراكت دي المحاضره السادسه. واتمنى يعني اولا اشكركم على يعني وقتكم واتمنى اكون افدتكم. وهنبتدي باذن الله برانش جديد اي ثينك هنحاول نبتدي ريبرودكشن لان ناس كتير عاوزاه. مره اخرى يعني انا استحملوني شويه ده بيشجعني اكتر يا اولاد اللي هو يعني بدل ما حضرتك if you like المحاضرة يعني لايك بالطريقة دي انك انت يعني اعمل مكالمة 57-357 لمساندة الاطفال المصابين بمرض السرطان واللي من اجلهم طبعا يعني المحاضرات دي انا هم بيدوني الفكرة ان انا بعملها من اجلهم بتديني نشاط اكتر وعش كده اذا كان في العمر بقية وصحة استمر. بليز ساندوهم يا أولاد زي ما قلت الحياة عبارة عن يعني حلقة بنشد فيها كلنا من أزر بعض. أنا في ناس ساعدوني كتيرة في حياتي وليهم فضل كثير جدا علي. أنا I'm trying my best لمساعدة الآخرين وأنتوا ساعدوا هؤلاء الأطفال. I would be very thankful لكل واحد لم يؤخر وقام كده وعمل هذه المكالمة. بشكره مسبقا شكرا وأسعدت بلقائكم وألقاكم قريبا جدا بإذن الله مع الريبرودكشن. Good luck.